أنا من 2007 في مطار بنينة. في الأول كنت خدمة ركاب في شركة درة الخليج، خدمة تركيا والمالطية، وبعد هيك جيت لإدارة المطار من قسم المحفوظات لقسم التايم شيت لوحدة إصدار التذاكر. بعد هيك قعدت في قسم التشغيل والسلامة، مسؤولة على إحصائية وحركة الطيران في مطار بنينة. أنا لي أكثر من سنتين يعني كنت راغبة القسم هذا، بس كان الاعتراض انك انت مرأة، ما يحق لكش انك تخشي او تشتغلي في مكان هو مخصص للرجال، رغم انه ما فيش يعني قانون يقول هيك. وقدرت نثبت وجودي الحمد لله، ثبتها ما جدرتها على مستوى ليبيا كلها الحمد لله، فهم اللي دعموني ودربوني، وقدرت الحمد لله يعني في مدة بسيطة اني نشغل لوحدي من غير اي مساعدة في خلال اقل من اسبوعين الحمد لله. هي اول مرة، دايما المرة الاولى لها رهبتها والواحد يكون مرتبك فيها شوية، بس الحمد لله يعني انا تجاوزت الخوف وحاليا نشتغل بروحي من غير مساعدة اي مارشل معايا ثاني. هي تعتبر الكابتن اول ما ينزل اول حد حيشوفه في المطار حيكون هو المارشل، هو اللي يوجهها وين الستاند اللي يوقف فيه الطائرة. المارشال يقعد مسؤول على توجيه الكابتن، الكابتن يمشي على توجيهات المارشال، ما يقدرش هو بنفسه يوقف في أي مكان إلا بتعليمات من المارشال. المارشال هو المسؤول على تجهيز المعدات وخدمة الطائرة، أو أي خطأ بسيط ممكن يكون صعب إن الكابتن يطلع بالطائرة مرة ثانية، مش زي ما الناس فاكرة أنا هكي تشير وعلامات وخلاص. بس لا، في مكانات معينة توقف فيها الطيارة، في تجهيزات، في معدات تكون في خدمة الطائرة، كلها بأوامر من المارشال. من أول ما البرج يبلغني بأن الطائرة دارت تاتش اللي هي تم الهبوط، نجد مسؤولة على الطائرة من خلاص ما نعطي الكابتن أوكي. هي التخاطب بيني وبين الكابتن حيكون عن طريق الإشارة، يعني امشي يمين، امشي يسار، تقدم، لا وقف، امسك العجلات، ارخي، خلاص اطلق العجلات، يعني حط لك الشوكس اللي هن زي الممسك للعجلة. لا قدر الله لو صار اي عارض للطائرة، لا قدر الله مثلا حريق في الجناح او حاجة، عن طريق الاشارة ننبه انه صار كذا. لو الكابتن يبي البطارية اللي شحن الطائرة وحاجة كيفك، حيكون بالإشارات بيني وبينه عشان نسمح للمهندس يدخل، فكلهم ما حدش فيهم يقدر يدخل الساحة إلا بإشارة من المارشل، يعني المارشل بالعربي ملك الساحة. لا أنا ما نصحش إني نترقى، أنا نسعى إني نطور من نفسي، ناخذ دورات أكثر، نأهل نفسي أفضل، نحب نكون أحسن من هكي ياهي. لا بالنسبة لعائلتي الحمد لله دعمتني. بالنسبة أنا في المطار في بعض من كان معترض كوني اني انا مرأة، ما يصحش اني نشتغل في الساحة، المحك هذا للرجال فقط، بس الحمد لله قدرت نثبت لهم عكسك. هي مارشال عادة معروفة الرجال، حاليا على ليبيا انا اول مارشال، مستوى الوطن العربي انا الثالثة، واحدة البحرين وتونس وانا الثالثة، يعني نفتخر اني نكون هيك بصراحة. نفتخر اني نكون انا الاولى، واني انا نشجع النساء الليبيات انني يخشن المحك هذا المجال الارشاد الارضي. هو اسم مارشال عالميا معترف به، ضبط ارشاد مارشال طائرات. لا هو مارشال طائرات هو ارشاد ارضي، يعني على الارض، في ما للطيران المدني وفي برضه للطيران العسكري. انا يعني حاليا نبحث علي معاهد يكون في نفس التخصص هذا، سلامة وإرشاد أرضي، يعني هنا في بنغازي كم ما حد ما عندهمش المجال هذا، فنحاول إني نحصل في معاهد حتى لو كان برا ليبيا. أنا نتمنى من مصلحة المطارات إنها تدعم العنصر النسائي لما يكون في مجال زي هيك ياهي، حتى تشجيع الهم، وعشان خذوا المجال هذا حتى غيري مش أنا. في نفس الوقت نحس إني أنا بلادي تعطي فيها زي انا ما نحب نعطيها.